ولا دريب كتارة يا كابتن؟ كتارة. مش عايز تقول اسماء؟ لا لا. طيب مين حارس مرمى اللي انت كنت مراهن نفسك ان انت هتسجل فيه جون وما سجلتش؟ بينك وبين نفسك كده، انا هجيب جون في اسلام وما جبتش. بص يا كابتن، انا الحمد لله جبت جوال في معظم حراس مصر كل، يعني ما فيش الا طبعا ما جبتش فيه كرامي شريف. طب ده هتجيبها ازاي دي؟ لا، انا لما كنت لما في بتروجيت، كنت في بتروجيت وفي انبي لعبت ماتشين مع الاهلي وما جبتش، ما جبتش فيه كرامي. طلع مني كورتين كده، لكن جبت في الحضري وجبت في عبد واحد وعبد منصف و فما عندكش الموضوع ده. لا ما عنديش، بس جبت الحمد لله. يعني مين اللاعب اللي كنت تتمنى انه يكون يلعب معاك من المعتزلين دلوقتي؟ سؤال صعب ده. صعب كلهم بصراحة، يعني حسام غالي ومتعب وتريكا وبركات وجمعة، يعني نفسي الناس دي ترجع تاني. نفسك الناس دي ترجع تاني طبعا مع انك عصرتهم شوية.